لأن الفريق اللي لعبنا ضده فهو فريق قوي، فريق حديدي، عنده لاعبين مستوى هائل وعنده لي شو أكثر، والصعوبة كتزيد تكثر في ملعب ديال دونور بعد الجمهور هذا اللي كيدفع بالفريق ديالو. لكن نظن بأن اللاعبين الشباب اللي كيتكون عليهم اتحاد تواركا كنظن على أنه بينوا على واحد الشجاعة كبيرة، بينوا على واحد لا بيرسوناليتي كبيرة، بينوا على واحد لا كاليتي كبيرة خصوصا في الشوط الأول. كنظن على أنه باش توقف وتحد من العطاء ديال الفريق مرة أخرى مدجاج بالنجوم ولعب معهم بأنبلوك ألترا أوفنسيف كيف ما بينوا عليه اللاعبين الشوط الأول، ما كانش سائل هين. كنا عارفين بأن الشوط الثاني يكون واحد الصعوبات واحد رد الفعل ديال الفريق الخصم. نظن بأنه إحنا كذلك انترانسيكمون يعني غير إرادي داخلي كان واحد التراخي اللي جعلنا أننا نبداو المقابلة في الوقت اللي هما يديروا الرياكسيون والزوم الإيقاع، وهذا شيء كان منتظر. إحنا ما دخلناش مزيان، تمكنوا من تسجيل هدف التعادل نظن عليه علامة استفهام كبيرة باش ما نقولش حاجة أخرى، خطأ ضد الحارس ديالنا. سجلنا في الشوط الأول هدف باش ما نقولش حاجة أخرى تو سامبلومون فالاب، النقاش طلع وضرب الكرة بالراس، لعبات الكرة سونترا ما فيها حتى حاجة. مي كنظن باش سجلوا الهدف ديال التعادل كنظن ضغطوا علينا أكثر. حنا في وقت من الأوقات غيرنا الطريقة ديال أو غيرنا التموضع ديال لو بلوك من أن بلوك ألترا أوفنسيف، لأن في وقت من الأوقات ما بقاوش اللاعبين تيقدروا يديروا ذاك لي زيفور. أنتم كتعرفوا بأن هاد الطريقة ديال التعامل في هاد لو بلوك هذا كتجعل اللاعبين يعطيو واحد الإنرجي كثير، وحنا يلاه جايين واحد 143 دقيقة ضد فريق الجيش الملكي اللي استزاد اللاعبين. من بعد فاش غيرنا من لو بلوك والمكان ديالو في ان بلوك ميديو نظن بأن حدينا من الخطورة وكنا غاديين بالمقابلة مجرينها حتى جا جدك الهدف أو ضربة جزاء. مي كنظن في هاد الظروف هادي وفي الطريقة ديال لا جيستيون ديال الشوط الثاني كنا كنتظروا واحد لاكسيون أو واحد الفرصة واللي جات للأسف جات عند فوفانا ماما فارغة، كان يمكن لها تسجل وكان أننا نكونوا حنا اللي متقدمين ونساليو المقابلة في 2-1. لكن حتى هو على غير اللاعبين كثار، ما يمكن ليش أن نلومو لاعبين اللي كيجتهدوا، لاعبين اللي ما يمكن لينا نكون نفتخر بهم، ولاعبين اللي كيتطوروا. ف ما يمكن لي مرة واحدة أخرى رغم الهزيمة إلا لي نكون فخور بهاد اللاعبين. وحنا مرة واحدة أخرى كما تنقول الهدف ديالنا هو واضح وصريح، ما تغرناش مقابلة وانتصار أو جلوجة أو ثلاثة أو أربعة. حنا الهدف ديالنا هو أننا نطوروا الإمكانية ديال هاد اللاعبين، الفريق يبقى في الدرجة دوري المحترفين، والفريق يلعب لاعبين شباب. فكنظن على أنه لحد الآن الأمور غادية في طريق جيد، ولكن خصنا نزيدو نجتهدو باش أننا نوصل لوبجيكتيف لو بلو تو بوسيبل.